موت أسامة باني هو مريض شي شوية مكفوف مدخل لواحد الجمعية كيتعلم الصنعة وكيجيني مرة مرة من ثلاثة وخميس عنده وكل مرة كيقرا كل سيمانة بحال هكايا مرات خيتي شداته مبقاش ولد يرجع ليا ملي شداته استغلاته ولات كطلب بيه ولات كدير بيه شي حوايج خايبين حتى الريحة رشاته عليا مبقاش كيجي عندنا للدار شاده لي رزقه مبقاش خلاته يجي عندي للدار إذا عنده المخ ناقص وعنده العينين ما كيشوفش ما كيعرفش فين غادي ولا فين جاي ولا وتا واحد المره غبر عليا 3 ايام مشيت انا وخته كنسولوا عليه لقينا الدري بحال داير عليه مخدرات ولا معجنه ما بقاش الدري عاقل على فين يمشي ولا فين يجي عاد مشينا جناج جابونا واحد السيد في طراف عاد مشيت ديت الدري درت ليه كاس ديال الحامض باش شرب داكشي باش بقى كيرد في داكشي اللي كان ومن تما بقات استغلات مره ما بقاش كيجي عندي للدار بقات هاد السيده شاده وشاده لي رزقو دابا خويا من السلطه ومن جلاله الملك ياخذ لينا الحق ديال هاد الدري اللي تعدات عليه هاد السيده وكتمشي تسول بيه وهام التصاور ديالو في الفيروج وهي كتستغل وكتقول لمحسن انها دايره فيه خير وانها شاده وهي العكس انها شاده كتسول بيه وهي مع مريض ومكفوف مريض حتى في الدماغ ديالو ما كتحسش بيه طبيعي وما كتشوف التصاور ديالو واستغل الضعف ديالو وهما يرى ماشي غير وحده راه هي وبنتها وعائله الخدمه ديالهم هي التسول وكتكون في بزاف ديال الشوارع في كاليفورنيا كل مره كتكون في شارع ودابا حنايا كنطلبوا من جلاله الملك يدخل في هاد السيده ويرد لينا هاد الدري حيت شاداه واستغلاته في خطره ما بقاش خلاته تيجي عندنا جابته النهار الاول جا قال لك يجينا بشي حالات ماشي تليه كيبان لي بحال تعرف ماشي حاجه المهم ولا كان قال لي ودي راه فين تخدر بداك المعجون الدري بحال ولا كينسحب حتى من دارو كيقول لي رانا كنبات في البيت رانا كنبات في هذا الشيء يعني بحال معاه شي مرافق كيديرو على حساب التحقيق اللي درنا في الجمعيه اتصلوا بمو قال لها ودي شكون اللي كيوصل قالت لي مودي ما كيجيش للدار دابا من مدة واحد الاسبوع ولا جوج ملي داروا حتى هما التحاميه داو لقاو واحد السيده كتسعى به وعندها وليدات صغار يعني مشكوك فيه حتى مادام خونه الكبير تقدر تخون حتى الصغير ما كرهناش الامن يوقفوا معنا في اقرب وقت لان هاد السيده نقدروا نخافوا منها ونخافوا منها بزاف حتى الاولاد كنشكوا فيهم وحال واش ولادها تقول انها دايره فيه خير علاش كدير تسولي به من اللي دايره فيه خير وكتنشدي من المحسنين واش مشيتيش تسولي به وهل ادله ها هو شديتك في الفيروج كتطلبي بيه ها انتوما ها هما الادله الناس باش ما تقولوش حنا كنكذبوا ها انتوما وغير ماشي غير هي بوحدها دايره الخيمه راه هي وبنتها وكاينين حتى عائلتها هما اسره كلهم خارجين تسول الخدمه ديالهم هما التسول ها انتوما الخوت وها هو كيف كيبان لكم في واحد الصوره انه ماشي طبيعي الدري راه مريض هانتوما